من ضمن احد الاعياد والمناسبات اللي يتمتع بها الشعب النمساوي، اليوم عندهم فد مناسبه خاصه بالاطفال ان يقيمون بعض التقاليد والشعارات للاطفال وبعض الملاعب والالعاب. طبعا بالمناسبه هاي الالعاب كلها الاطفال انها كلها تكون العاب مجانيه، اجواء كلش حلوه ومناطق كلش حلوه. احنا حاليا في الحديقه اللي هي ستكون في سنتر مدينه انسبروك مقاطعه تيرول في النمسا. المدينة تعيش في كثير من الناس اللي هم النمساويين وبهم نسبة كبيرة من اللاجئين، وفي كثير من الأطفال عندهم من أحد التقاليد مالتهم أنه يلعبوا الأطفال، هو ألعاب طبعا مجانية. من ضمن التقاليد مالتهم أنه يرسموا على وجوه الأطفال ويلونوهم بألوان وأشكال، يعني كلش حلوة، شغلات كلش حلوة عندك. شوف يعلموا الأطفال طريقة الرسم وكيفية الرسم. يعني أنا خلال سفرتي ورحلتي شفت أن النمسا من أكثر الدول اللي تعتني بالأطفال وتنطيهم أهمية، بحيث تكون أهمية الطفل بهذا البلد هي أكثر من أهمية وزير أو أكثر، والطفل هو الشخص المميز في كل شيء عند الدولة بالقانون مال الدولة وعند العائلة وبالمدارس وبروضة الأطفال وفي كل مكان. وهي من ضمن الشغلات الترفيهية اللي يتمتع بها الأطفال بهاي الساحة اليوم. طبعاً إحنا ماخذين في جانب صغير بالحديقة، لكن الحديقة ما شاء الله كبيرة كلش. يعني من ضمن هاي الألعاب مالتهم الترفون، ترفون بالأطفال. شو اليوم؟ شو يوم متى؟ إيه ما إحنا عنا في فيديو بتاع ترايو دي فين ميوتن يا und ich mache ein Share im YouTube auch. Ja, من ضمن الألعاب الترفيهية إنه يوزعوا للأطفال شغلات كلش حلوة. هذه فشي حلو وأجواء ربيعية كلش حلوة. هاي من ضمن التقاليد إنه يشوف هذا الطفل شلون من أول نفسه. هلا هو بالمناسبة هاي الحديقة تبعد على البيت مالتي تقريبا 150 متر أو أقل من 150 متر. هاي الأكل كله مجاني، الناس ترفه وتلعب، فشي كلش حلو، تقاليد كلش حلوة، أعراف كلش حلوة، مناسبة كلش حلوة جميلة جدا. بس أعرف إنه هي مناسبة تقليدية للأطفال وتكون هاي المناسبة سنوية عندهم، لكن ما بعرف شو اسمها، إنه ترجمتها الحرفية باللغة العربية ما بعرف بالضبط. ايه والله ولي التوفيق. زين يوزعوا ايس كريم، يوزعوا ايس كريم ايضا. وهنا يعلموا الاطفال شلون يلعبوا بالبلم او يتعلموا السباحة، البلم شغلات ترفيهية والعاب. ثلاثة فوق كمان يعلم الأطفال.